التاريخ هو مجموع الأحداث التي وقعت في الماضي والتي تشكل الأساس الذي يقوم عليه الحاضر ويسمح باستشراف المستقبل. ولكن جرت العادة في أذهاننا أو كما رسخ النظام التعليمي أن هذه المادة مرتبطة بالحفظ والاستظهار، ولكنها بعيدة كل البعد عن هذا المجال، بل إنها تعد مدخلا أساسيا ورئيسيا لمجال التنمية، إذ كانت هناك إرادة حقيقية سواء من الفاعل الأكاديمي أو من الفاعل التدبيري السياسي. وبالتالي إذا التقت هاتان الإرادتين فإن نتائجهما تكون غنية وبالغة الأهمية. فمثلا الدول المجاورة مثل إسبانيا وتركيا بلغت مراكز كبرى في هذا الصدد، وأضحى الناتج القومي لها يجعل التراث هو في مقدمة هذا الباب. هنا أخذ كلمة أو أولى لأحد المؤرخين الفرنسيين هو مارك بلوخ، يقول: ما جدوى التاريخ إذ لم يكن منفتحا ومتفاعلا مع قضايا عصره؟ بمعنى ما فائدته إذ كان عبارة عن جدران وأحداث وشخصيات ومعارك؟ لا بد لنا من استثماره ومن النهل منه. مثلا في البلدان الغربية وإسبانيا التي لا تبعد علينا إلا ببضع كيلومترات، جعلت المؤرخ في قطب السياسات العمومية، بمعنى لا يمكن للأيام لأي تدخل تراثي أو تاريخي دون استدعاء الباحث والمؤرخ. هنا لا أتحدث يعني من ناحية الجانب التاريخي، وإنما نحتاج إلى السوسيولوجي ونحتاج إلى الأنثروبولوجي ونحتاج إلى جميع الباحثين من أجل الدفع بسيرورة التنمية. لابد أن يكون لهم قوة اقتراحية سواء من خلال صفاتهم الأكاديمية أو من خلال جوانبهم الجمعية، بمعنى أن ننصت لهم، بمعنى أن نعطي المفهوم الحقيقي للديمقراطية التشاركية. هذه المفاهيم في الغالب من الأحيان تبقى مجرد شعارات، ولكن إدماجها والتعاون والتعاضد معها من شأنه أن يعطي ثمارا كبرى وكثيرة. وبالتالي في كل النقاشات الذي يتابع القنوات الفرنسية مثلا يجد في كل نقاشات الفاعل الأكاديمي حاضر بقوة، لأنه له ملكة الاقتراح، والسياسي والفاعل التدبيري له ملكة الفعل. هنا أخذ أيضا أولى الأستاذ عبد الوهاب إيدي حاج في ندوة كانت مدينة القصر الكبير سنة 2010 تحت عنوان دور التراث الثقافي في التنمية. هنا يقول: في البلدان الغربية يمكن اعتبار كل صور قديم أو أي معلمة تاريخية سببا مباشرا في عملية التنمية المستديمة، بمعنى أنه من ناحية الأركيولوجية لكي تحافظ على معلمة تاريخية ينبغي أن تعطيها وظيفة. هذا هو المعطى الأساسي والرئيسي، يعني أنه ينبغي لزاما أن تعطي لتلك المعلمة وظيفة تقوم بها عبارة عن متحف. فذلك المتحف يعطينا مجموعة من المميزات: أولا يخلق فرص شغل مجموعة من الباحثين، وأيضا يعطي رواجا سياحيا، وأيضا يجلب العملة الصعبة. وبالتالي فحتى المفهوم الاقتصادي في البلدان الغربية أضحى لا ينتمي إلى حقل الموارد الاقتصادية الموارد البحرية، وإنما
أضحى تراث التاريخ أحد المداخل الأساسية والرئيسية. ومدينة القصر الكبير بطبيعة الحال تسخى مجموعة من الموارد التراثية والتاريخية التي تعود إلى مجموعة من الفترات، وهذه ميزة. هناك الفترة يعني الرومانية وأيضا الفترة الإسلامية وحتى الفترة الكولونيالية مع الاستعمار الإسباني. ولربما أن الإسبان وعوا بهذه الأهمية ومنذ فترات زمنية طويلة. هناك مقالات لأحد المهندسين الإسبان الذي كان في المدينة ويؤكد على أهمية هذا دور التاريخ التنمية وإصدار دراس كاخيكاس الذي لديه مقالات ثرية وغنية. كل المعطيات أو كل المواطن الدولية أو الوطنية تؤكد على أهمية هذا الوطن، خاصة في الدستور ويحتل مكانة الصدارة بين القوانين. يقول أن الأمة المغربية تراهن على تحقيق إقلاعها الحضاري بناء على استثمار كافة المقومات التنموية لأبعادها الاجتماعية والتاريخية. وأيضا النموذج التنموي الأخير يؤكد بالملموس على هذا المعنى. وبالتالي من أجل بلورة هذه التوجهات الكبرى ينبغي أولا تنظير لهذا الجانب عبر مثل هذه الجلسات العلمية النيرة والمباركة، وثانيا وجود رغبة حقيقية من طرف الفاعلين، وثالثا النزول إلى الميدان من أجل أولا الحفاظ على هذه المعالم لأنها معرضة للانقطاع سواء بفعل أوادي الزمان أو بفعل بني الإنسان من خلال يعني ما يصطلح عليه بمافيا العقار التي يعني تتطور مع التمدين. وبالتالي هذه قضايا مهمة، البعض قد يعتبرها طرفا فكريا ولكن البعض يعتبرها ضرورة أساسية في مسارات التنمية. وأيضا ينبغي على الجهات الوصية، وهذه نقطة مهمة في إطار التوصيات، الاهتمام بالبحوث الجامعية التي تعنى بتاريخ المدينة، استثمارها وجعل قائمة بيبليوغرافية بخصوصها، وأيضا خلق جوائز تحفيزية بخصوص هذه البحوث. هناك مجموعة من البحوث التي ناقشت سواء في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان أو في جامعة محمد الخامس أو في جامعة الحسن الثاني، وأيضا طبعها. هذه هي الوظيفة الحقيقية التي ينبغي أن تقوم بها الجهات المسؤولة، لأن تدبير الشأن العام لا يقتصر فقط على الإنارة وعلى الأزقة وعلى الترصيص وغير ذلك، وإنما ينبغي أن يشمل هذه الأشياء المهمة والرفيعة والتي تحتاج إلى مزيد من الجهود المبذولة. وأيضا اهتمام بالدراسات العلمية التي يصدرها أبناء المدينة بخصوص تاريخها وبخصوص تراثها. سبق أن نشرت مقالا في مجلة إيريد الأردنية تحت عنوان العلاقة بين التاريخ والتنمية عبر مجموعة من الاستمارات التي وجهت إلى الفاعل السياسي وإلى الفاعل الجمعي. هناك اتفاق 74% من هذه الاستمارات التي بلغت بها الاستمارة أكدوا أن هناك علاقة وطيدة بين التاريخ وبين التنمية، علاقة مهمة. يعني هناك رغبة ولكن أساليب التفعيل، أولا هناك غياب نصوص قانونية تقدر هذه العلاقة، وأيضا وجود فاعلين منتخبين ليس لديهم أي دراية ولا إلمام بهذا المجال، وهذه من عيوب اللامركزية الإدارية في وقتنا الحالي. وأيضا كان سؤال آخر، كيف يمكن جعل التاريخ جسرا للتنمية؟ أول شيء
و50% من المستجوبين أكدوا أن التعليم هو بوابة أولية لترسيخ هذه أو هذه الكفاية أو هذه القدرة أو هذا الميكانيزم. أن التعليم أساسي ورئيسي وضروري من أجل الحديث عن التاريخ والتنمية والابتعاد عن الحقد والاستظهار ومجموعة من الأشياء التي تظل يعني عالقة في الأذهان. ثاني شيء كان هو الإعلام، استثمار الإعلام سواء الإعلام الرسمي أو الإعلام البديل أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي. جمعية مناطق القصر الكبير تكون مشكورة يعني بنشر مجموعة من الصور ومجموعة من الفيديوهات ومجموعة من المعطيات التي للأسف قد نجدها في الأرشيف الإسباني ولا نجدها هنا. والأرشيف الإسباني بألكالا دي هيناريس في إسبانيا فيه عديد من الوثائق المتعلقة بالمدينة سواء من ناحية الفقهاء أو العلماء أو المتصوفة. هنا أتساءل لماذا لا يقوم المجلس الجماعي بشراكة مع هذا الأرشيف وجلبه من أجل أن يكون رهن إشارة الباحثين في المدينة من أجل استثماره وإنجاز مطروحات بخصوص أيضا أرشيف دبلوماسي بنانت بفرنسا فيه معطيات هامة ومهمة. أيضا المكتبة الوطنية بالرباط أو مكتبة عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء أو مكتبة عبد الله جنون بطنجة فيها وثائق مهمة وتحتاج إلى من الفاعل المؤسسات الذي سوف يعمل على استثمارها وجميع لماذا في إطار رأمنا أرشفتها ووضعها رهن إشارة جميع الباحثين والدارسين. هناك أيضا مشكل المعلومة. صحيح أننا في زمن